بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا بيكم حبايبي. النهاردة جايبة لكم محل جميل جدا. إحنا طبعا في الدور الثاني في مول الفلكي. أنا دخلت بس عشان الأغاني. عايزة أقول لكم بقى الحاجات الصيفي كلها نزلت. هنعرف دلوقتي العنوان، ثواني وهنعرف العنوان. الأول بقى ما تنسوش اللايك والسبسكرايب ونبتدي على بركة العنوان يا جماعة. مول الفلكي، محطة الرمل، الدور الثاني، محل Just SPR. تمام. هندخل بقى نتفرج. عايزين بقى المدموزيل تعرفنا بقى على الحاجات اللي موجودة، الموديلات اللي نزلت، الدريسات، الميني دريس، كل ده. نبتدي بالحاجات اللي هي دي. تمام. بصوا حبايبي، حاجة كده، ايوة، ده ميني دريس. تمام. ده كل المقاسات؟ من ميديم لدبل اكس. بكام هو بقى؟ 399. 399. الوانه ايه؟ في منه ده، في منه اللون ده، وفي منه كمان البيج. فين بقى؟ بص حبايبي، ده اللون الكشمير منه اهو. طبعا المحل مليان موديلات جديده كل السنه دي. قولي لي بقى ايه الالوان. انا شفت الالوان اللي هي اللافندر، هو طالع موضه جدا اللي انا شايفاه. في منه كمان كده. بص تعالوا برده نشوف حاجه تانية. طبعا المحل فيه بنطلونات جينز، ميني دريسات، يعني اللي هو ايه، المحلات طبعا ستايل بتاعه معروف يعني. بصوا حبايبي حاجه كده، ايه ده بقى؟ ده دريس كده، ميني دريس كده. ميني دريس. حلو. ده مشجر، ده اللافندر. بكام يا قمر ده؟ ده 399. 399. تمام. نتفرج بقى على البلوزات الحلوه دي بتاعت الصيف الطريه دي. اللي هي قدامنا كده. بصوا حاجه زي كده، كده وطويل ورا. تمام. في منها حاجات كده، القصات دي. الاول قولي لي اسعار دي، وفي منها الوان ولا ومقاسات؟ في منها اللافندر وده. بكام بقى؟ 349. 349. في منها اللون ده ولون اللافندر. وفي كمان دي كمان اللي قلت لنا عليها. دي في منها برده الوان كمان. في اللون اللي هو اللي هي السنه دي، بيبي بلو كده، والموف. الموف اهو اللي هو اللافندر، وفي أيوة. البيج كده. والبيج بكام برده دي؟ دي ب 300. دي يا حبايبي ب 260. تمام. تعالي بقى نشوف حاجه تانية جوه المحل في الجوله كده بتاعتنا. بصوا بقى الدريس ده برده حاجه مشجره كده، ده برده اللون ده بس. لا في لون تاني، وفي منه كمان الوان تانية، وفي منه كمان البيج. تمام. عندنا بقى حاجات كده الصيف بقى طالع، والدي عباره عن ايه، تيشيرت بس. تيشيرت كده بيتفق بقى على البنطلونات، على بوي فريند، على جيب كده. بكام ده مثلا التيشيرت ده؟ 129. 129. وعلى فكره شكله مقاساته كبيره. بصوا بقى الجيبات دي كمان تحفه قوي. الناس اللي بتقول نازله السنه دي موضه. بصوا حبايبي الجيبه دي جميله جدا. دي مقاساتها لغايه كام بقى؟ دي من ميديوم لدبل اكس. من انتوا معظم المحل عندكم من ميديوم لدبل اكس. تمام. وكام؟ 359. 359. مفيش منها الا اللون ده؟ لا في منها كتير. في منها كتير. في منها الاسود؟ في منها الاسود. تمام. عندنا كمان ده شميز ده ولا ايه؟ لا ده بليزر. بليزر. بصوا يا جماعه البليزر الصيفي ده، كتان كده، عارفين قماش الكتان شيك قوي برده. بكام ده يا جميل؟ ده ب 400. في منه اللون ده، وفي منه اللون اللي انا شايفه، في منه المنت، المنت في البيج، والبيج والاوف وايت. بس تمام. تمام. في الاسود كمان. تمام. تعالوا نكمل بقى بقيه البلوزات اللي موجوده. تعالوا، لان في طبعا المحل ما شاء الله في حاجات كتيره قوي. الاستاند بقى ده كله بلوزات وشميزات. بصوا حاجه كده، مرسوم عليها الشمس او العين. العين. حلوه برضو دي. دي عامله 249. 249. اللون ده واللون ده. اللون ده واللون ده، وانا شايفه الابيض كمان تقريبا. تلات الوان اهي منها. في كمان حاجات كده اللي هي شميزات. بصوا بقى على شكل شميزات. بكام بقى دي؟ برضو ده 289. 289. تمام. نكمل الجوله مع بعض في المحل في الحاجات الحلوه. بصوا الحاجات دي هوريها لكم دلوقتي. بصوا البلوزات دي. حلوه قوي دي، شيك قوي برده. بكام بقى دي؟ بصوا يا جماعه في منها كذا شكل على فكره، اللي هو الستايل ده عارفينه، ومخرمه كده من عند الكتاف. 279. 279. في منها اللي وراها دي حلوه برده كمان كده. في حاجه كده. بصوا الستايل الشياكه ده، ده مفيش منه على طويل، كله على قصير كده. قصته كده. هي طالعه موضه السنه دي كده. هو السنه دي كده. نفس برده السعر. بصوا حبايبي حاجه كده برده، برده 279. تمام. حلو برده. في كمان حاجه كده. بصوا
تمام. حاجة كده كمان برضو نفس السعر، قصيرة هي كلها بتبقى حاجات قصيرة. بصوا حبايبي في دي جميلة، بس ممكن تنزليها شوية. بصوا حبايبي دي جميلة برضو، كلها ألوان، كلها ألوان الصيف بقى والحاجات الحلوة بتاعتنا دي. كل سنة وحضراتكم طيبين. في برضو، في برضو دي قصيرة خالص دي. أيوة بصوا حاجة كده برضو، برضو 279. تمام. في برضو ده جامب سوت عندكم كده؟ اه في جامب سوت يا جماعه، في اللون ده وفي البيج، وفي البيج بتاعه. اه وفي البيج الافتح كمان. اه تمام. هنعرف دلوقتي سعره، وده سعره 349. بصوا حبايبي، طبعا قلنا معظم المحل هنا من اول ميديوم لغايه 2 اكس. في برضو البلوزات الحلوه دي، بصوا البلوزات البيضة دي، بصوا حاجه كده برضو ب 269 اهي. في ايه تاني بقى؟ في في جامب سوت اللي هو الجينز، في منها الوان تانيه كمان. اه هي بالبادي بتاعها ده التيشيرت، هي الواحده، هي الواحده بكام بقى هي؟ بصوا يا جماعه تحفه جدا، وسعرها كمان جميل 399. والتيشيرت ب 119. في منه بقى اشكال كتيره اهي، التيشيرت في منه اشكال كتيره. بصوا كمان عندي حاجات كده، في حاجه كده بقى برولو قصير بكام ده؟ 249. 249. في منه كمان الوان، في البيج. على فكره في كمان خامات ياما قوي هنا، في الكتان وفي الجنس وفي خامات كتير قوي. المشجر ده اللي ورا الموف ده، اه بصوا يا جماعه، بصوا البلوزه دي برده حاجه كده سيمبل برده. كام يا قمر دي؟ بصوا الشياكة، بصوا الحاجات الحلوه. وفي دريسات اهي، ده الدرس ده احنا شفناه، دي ب 400. دي ب 400. تمام. في ايه بقى تاني؟ الجنسات عندكم اخبارها ايه بقى؟ البنطلونات الجنسات بقى كل المقاسات موجوده؟ اه يعني لغايه كام؟ انا شايفه 40 اهو، شايفه حاجات في موديلات منها 40، وعندي موديلات منها 36 و38. تمام. وفي برضو عندي كمان بوي فريند، وعندي وايد ليج، وعندي سلاوشي، اه وعندي سكيني عادي، سكيني وكل حاجه. في برضو الدرسات اللي هناك دي اللي هي الجنس، في ناس بتحب الستايل ده. دي لسه نازله برده السنه دي، موضه قوي حلوه جدا، قوي شيك قوي. في كده، وفي منها كمان اللي هو الجراي ده، اه هو كده. فين؟ بصوا يا جماعه في منها جراي كمان، جنس الجراي ده بكام دي يا قمر؟ ده ب 399. 399 حلو والله، حلو جدا. في اللبس كمان حاجه ثانيه، حاجه ما بتبقاش غير في اللبس. والاسود في ابيض دي، بصوا يا جماعه بكام بقى دي؟ دي 349. شباب اللي هناك، اه الدريسات الجديده، اه من السكم كده عشان الصيف، في مصيف بتاع كده خروجه بالليل تحفه جدا. بكام بقى دي؟ 399. 399 تمام. في ايه تاني بقى؟ اعلى حاجه في المحل 400 جنيه. في برضو المشجرات دي احنا قلنا عليها، اللي هو قلنا منه اللون الموف والاسود والبيج. اه بصوا ده البيج كمان بتاعه، في كمان الستايل ده حلو جدا. تمام. في منه ده وفي منه الابيض كده. ايوه في الابيض كده حلو برضو. بكام بقى ده؟ برضو الوان جميله قوي. ده ب 499. 499 تمام. ده تركي ده، مش ده تركي. ايه بقى الحاجات الحلوه تانيه اللي موجوده احنا عندنا هنا في جاست سي اس في ار؟ تمام. بص حبايبي في الحاجات الكتان، الناس اللي بتحب الكتان، البليزرات دي احنا قلنا عليها، والبلوزه في كده كمان، في حاجه كده حاجات اللي هي الاوفر سايز كده، اوفر سايز بالكابشن. كمان الكشمير. بكام يا جميل؟ ده ب 175. 175 يعني رخيص بصراحه. واللي هو ده بلوزه، ده بليزر ده؟ بلوزه، اه بلوزه، بس بلوزه اللي هي ستومك كده يعني، حلوه قوي برده. تمام. في منها النص يعني كمان ستايل كده، اه تحفه جدا. ده بقى بكام بقى ده؟ دي ب 400، اللي هي الجامب سوت. الوانها اللون الموف بس، وعندنا البستاج لسه موجود برده في الموضه معانا السنه دي، البستاج. البلوزات دي حلوه قوي، كنت عايزه اعرف اسعارها. بصوا يا جماعه البلوزه دي يعني هم هنا بيتميزوا بحاجه، الابيض عندهم فيه داخل فيه الوان حلوه قوي. دي بكام دي؟ بصوا يا جماعه الشياكه، في منها طبعا اللي هو على ازرق، وفي كمان حاجات تانية. 209 تقريبا البلوزات كلها في الرينج ده، 279. تمام. في كمان حاجات كده، ايوه حاجه كده برده الناس اللي بتحب ده، اوفر سايز برده. تمام. حلو جدا، حلو قوي. بصوا بنات اوريكم ايه ولا اوريكم ايه؟ المحل بسم الله ما شاء الله. التوينز اللي هناك بقى ده نشوفه بكام بالمره؟ هو واللي هو الموف ده،
الموف ده جاكيت لوحده. اه ده تيشيرت لوحده. الجاكيت ده ب 300. ايوه وده ب 120. وده ب 120 تمام. تعالوا نشوف اللي هو التوينز عشان الناس اللي عايزه ايه تلبس على طول، ما تجيبش بقى حاجه من فوق وحاجه من تحت، نشوف عشان نختم بيه باذن الله. بصوا حبايبي في حاجات حلوه قوي، في حاجات زي كده بليزر ده برضو حلو وشيك قوي. اه في الموديل ده كمان، في الموديلات ده كامل. ايوه هو البليزر ده بكام بقى؟ 399. تعالي بقى نشوف الحاجه اللي كنا عايزين نشوفها اللي هو التونزات بقى دي بكام. بصوا التونز الشيك ده ب 400. ده ب 400 حبايبي على بعضه تمام. وفي منه انا شايفه هو ده زيه ولا لا؟ ده البليزر تحتيه البلوزه. تحتيه البلوزه يا رب. ميني دريس ده حلو قوي. بصوا بقى مش عارفه اوريكم ايه ولا ايه، والله اذواق حلوه قوي. بصوا بصوا معايا كده برده عشان ايه ما بقاش حرمتكم من حاجه. وبكام بقى العسل ده؟ ده عامل 379. 379. متشكره ليكي قوي قمر. كل الالوان الجميله عندنا هنا. في جنب سود كده، في جنب سود بكام؟ بصوا ده شيك قوي برده، انا بشوف الاجانب لابسينه كده يبقى شكلهم حلو فيه. 330 جد حلو جدا بصراحه وشيك قوي وكمان خامته خفيفه وحلوه. الف شكر لحضراتكم، واتمنى من حضراتكم الدعوه الحلوه واللايك والاشتراك في القناه. وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.